بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم السبت الموافق 29/8/2020 من مجزر البساتين وبالإشراف على لحوم صكوك الأضاحي، تم اليوم تحميل 18 طن من لحوم صكوك الأضاحي متوجهة إلى المحافظات الآتية: محافظة بني سويف 4 طن، محافظة المنيا 4 طن، محافظة أسيوط 4 طن، محافظة الشرقية 3 طن، محافظة الدقهلية 3 طن، مع كل سيارة مفتش عام من الوزارة لتوصيلها إلى السيد صاحب الفضيلة وكيل الوزارة بالمديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. كل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الفتاح عبد الحليم من الشركة العامة تبع وزارة التأمين، محمل 3 طن رحم مديرية أواف الدقهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 29/8/2020 من مجزر البساتين، صابر السيد صابر سائق لدى الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، محمل إن شاء الله 3 طن لحوم صكوك الأضاحي ومتجه إلى محافظة الشرقية، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي سيد خلف محمد من الشركة المصرية تجارة الجملة، محمل 4 طن من البساتين إلى بني سويف يوم 29/8. السائق أحمد خميس خلف الله، الشركة المصرية تجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، محمل 8 طن صكوك من البساتين منقسمة إلى 4 طن المنيا و4 طن أسيوط بتاريخ 29/8.